مشاهدي قناة شو تيفي، اهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من امام المركب الوزيز مع فريق الرجاء الرياضي. موضوع للنقاش هو تعيين المدرب التونسي لسعد جردة الشابي على العارضة التقنية لفريق الرجاء الرياضي بعد استقالة المدرب السابق لفريق جمال السلامي. فالأكيد عشاء فريق الرجاء الرياضي فيك ينتظروا أول مباراة من أجل الوقوف على النهج التكتيكي اللي غادي ياخذو المدرب التونسي. فللإشارة فالمدرب التونسي سبق له أن درب مجموعة من الأندية في دولة النمسا إلى بالإضافة إلى فريق المنصيري التونسي، واللي فاز من خلاله بلقب كأس تونس بالإضافة إلى احتلال المركز الثالث بطولة تونسية. لذلك يعني بعد حوالي 97 سنة من تأسيس هذا الفريق، فكذلك إدارة فريق الرجاء الرياضي فتعاقدت مع سعد لسعد جردة بمبلغ حوالي 18000 دولار، إلى جانب حصوله على العديد من المكافآت المالية. فعلى سبيل الذكر في المكافآت المالية، فقرر فريق الرجاء الرياضي تخصيص منحة تقدر بحوالي 30 مليون سنتيم للمدرب من أجل التتويج بلقب البطولة العربية بطولة كأس محمد السعيد أندية أبطال العرب، فيما خصصت منحة 30 مليون سنتيم من أجل الحفاظ على لقب البطولة. فبالإضافة 30 مليون سنتيم لا يحصل عليها لسعد جردة حال تتويج بلقب البطولة العربية، فكذلك اللاعبين فيحصلوا على منحة تاريخية لأول مرة بتاريخ النادي. فاللاعبين يحصلوا على مبلغ 70 مليون سنتيم، مع العلم أن اللاعبين مازال ما توصلوش منحة الفوز بالدوري الاحترافي، وكذلك منحة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السنة الماضية. يشار أن الإطار التونسي سيبدأ مهامه اليوم، كذلك من بين الأسماء اللي رافقت سعد إلى المغرب فهو المعيد البدني السابق للمنتخب التونسي. فالأكيد أن جماهير الرجاء الرياضي تعرف جيدا هذا المدرب من خلال المقابلة لجماعة فريق الرجاء الرياضي والفريق المنصيري. فنقرأ أرى الجماهير الرجاء الرياضي، فالرجاوي طارق يقول أن هذا مدرب مزيان، مهيد كذلك تقول أن المدرب مزيان، حسن أغفور 79 سنة ماشي 97 أكيد خويا. فالمدة اللي غاب عليها فريق المنصيري على التتويج بالألقاب فهي منذ تقريبا 79 سنة. شكرا الأخ حسن للمعلومة. أكيد عبد اللطيف كذلك يقول أنه مدرب مزيان،
عبد الجليل مسعود شخصية الرجاء فوق أنانية اللاعبين. كذلك تصريح تعليق آخر لعبد الجليل فتيقول بأنها مشروع الثقافة ديال الاحتراف. مصطفى زيزي مدرب مغمور أمير الصحراء مدرب غير معروف. حسن تيقول بأن المدرب مزيان. حسام بقدير مدرب مزيان. طالب القانون مدرب زوين خصوصا في الانضباط مع اللاعبين. سعيد البكري مدرب مزيان. مصطفى الذهبي شخصيا كان الأفضل التوقيع مع أبو شروان. فأكيد إسماعيل ورا تيقول أنه كيبان عنده شخصية قوية. منصف حسن تحية الأخ منصف حسن. فالأكيد أن جماهير الرجاوية تنتظر فريق الصبر أول ظهور لفريق الرجاء الرياضي قيادة المدرب التونسي سعد جردة الشابي اللي تعرفت عليه جماهير الرجاء من خلال المقابلة لجمعية فريق الرجاء الرياضي المنصر التونسي برسم تصفيات كأس الكونفدرالية الإفريقية. انتهت المباراة ضربات الجزاء اللي مر من خلالها فريق الرجاء الرياضي بدور المجموعات. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي بعد ما خدينا رأيكم في تعيين المدرب سعد جردة الشابي على العارضة التقنية لفريق الرجاء الرياضي واللي من خلالها أكيد أن جماهير الرجاء عبرت على الرأي ديالها بخصوص هذا المدرب. فكنتمنى لكم بداية رمضان مباراة سعيد مليئة بالأفراح والمسرات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.